نشرة وسادسة من قناة كاب 24 تي في بطنجة، إليكم أبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. رومانيا تنفي رسمياً نيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وفينجر يودع أرسنال نهاية الموسم الحالي. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية بحضور مستشاري صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة والسيد ياسر الزناقي. وخلال هذا الاستقبال رفع السيد رئيس الحكومة مقترحات للنظر الملكي السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان جلالة الملك قد أمر بالانكباب عليه. في خبر آخر، جددت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية التأكيد على مواقفها إزاء مطلب الزيادة في الأجور. وقال يوسف علكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن ممثلي النقابة المذكورة عقدوا اجتماعا تنسيقيا بالمقر المركزي للاتحاد، خلصوا خلاله إلى علن تشبتهم بزيادة 400 درهم صافية في أجور جميع الموظفين دون ارتباطهم بسلالم، عوض 300 درهم التي اقترحتها الحكومة لفائدة الموظفين المدرجين في سلالم 7 و8 و9 أي ذوي الأجور غير الخاضعة للضريبة التي تقل عن 5000 درهم. وكانت الحكومة خلال اجتماع لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي قدمت أخيراً عرضها للنقابات حول زيادة الأجور، وذلك بعد تكتمها على الأمر لمدة طويلة. وتمثل العرض المؤقت للحكومة في زيادة 300 درهم للموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم في الشهر، مع الزيادة في التعويضات العائلية لتنتقل من 200 درهم عن الطفل الواحد إلى 300 درهم، إضافة إلى رفع منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم عن الطفل. إلى ذلك تقترح الحكومة تحديد التعويض عن الاشتغال في المناطق النائية في 700 درهم، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الضريبية تصل ل 300 درهم عن كل أجر خاضع للضريبة على الدخل. وفي الأخبار المحلية وتحديداً بالفندق، تمت المصادقة من طرف المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية أمس الخميس على مجموعة من النقاط بالإجماع. وصادق مجلس جماعة الفندق خلال الدورة على إدراج اتفاقية شراكة وتعاون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين عملة المضيق الفندق والجماعة الترابية الفندق من أجل إنجاز أشغال تبليط الممرات والأزقة الغير المعبدة بكل من حي عصفة وحي راس لوطة بجماعة الفندق. كما صادق المجلس على مذكرتي تفاهم مع شركة أمانديس والسي جي ديما للنظافة حول التوازنات المالية للشركتين في إطار عقود التدبير المفوض. هذا وأجمع الأعضاء أيضا على إعادة تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني للميزانية وتحويل اعتمادات بالجزء الأول للميزانية لتطعيم مجموعة من الاعتمادات، خاصة منها المرتبطة بتهيئ المدينة وتدعيم البنية التحتية والاستعداد للموسم الصيفي وإعادة هيكلة شارع محمد الخامس. في الأخبار الدولية، نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس اليوم الجمعة أي نية لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مكذبا بذلك تصريح رئيس الحزب الحاكم بخصوص الموضوع. وأوضح الرئيس الروماني أن بوخارست لم تتخذ أي قرار بشأن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لأن بوخارست حريصة على مطابقة قراراتها مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، مشددا على أن نقل سفارة رومانيا إلى القدس انتهاك للقانون الدولي. وقال الرئيس الروماني إن قرارات الأمم المتحدة واضحة وتنص على الامتناع عن إقامة أي بعثة دبلوماسية في القدس، وتحث المجتمع الدولي على بذل جهوده في سبيل التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. وكان رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا ليفيو داراغنيا قد أشار في تصريح لقناة تلفزية محلية إلى أن قرار نقل السفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس قد اتخذ على أن تبدأ الإجراءات لاحقا. واعتبر رئيس الحزب الحاكم أن القرار له قيمة رمزية باعتبار تأثير إسرائيل القوي على الساحة الدولية
مضيفا أن القرار ستكون له فوائد كبيرة لرومانيا. دوليا دائما اعتذرت حركة أرض الباسك والحرية إيتال المسلحة اليوم الجمعة عن الضرر الذي لحق بالضحايا وأقاربهم في حملة عنف دامت نصف قرن شنتها لتأسيس دولة مستقلة في شمال إسبانيا وبجنوب غربي فرنسا. يأتي الاعتذار في ظل توقعات بأن تعلن الحركة حل نفسها نهائيا في مطلع الشهر المقبل بعد أكثر من عام على إنهائها حملتها الانفصالية المسلحة بإلقاء السلاح والمتفجرات. وأعلنت الحركة وقف إطلاق النار في عام 2011 وسلمت ترسانتها من الأسلحة في أبريل نيسان عام 2017، منهية بذلك آخر حركة مسلحة كبيرة في أوروبا. وقالت الحركة في بيان نشرته صحيفة جارا الصادرة في إقليم الباسك: نعلم أنه خلال هذه الفترة الطويلة من النزاع المسلح سببنا الكثير من الألم، بما في ذلك الكثير من الأضرار التي ليس لها حل. نريد أن نبدي احتراما للمتوفين والمصابين والضحايا الذين سقطوا نتيجة أفعال نعتذر عنها بصدق. وأضاف البيان: بالنظر للمستقبل ستكون المصالحة إحدى المهام التي ينبغي تحقيقها في إقليم الباسك، وهو ما يحدث بالفعل بين مواطنينا. إنها ممارسة ضرورية للإقرار بالحقيقة بطريقة بناءة ومداواة للجروح وتعزيز الضمانات بحيث لا تتكرر هذه المعاناة مجددا. ورحبت الحكومة الإسبانية بالاعتذار وقالت إن الحركة هزمت بأسلحة ديمقراطية. وقالت محطة ATB المحلية بإقليم الباسك يوم الأربعاء الماضي إن الحركة ستعلن حل نفسها تماما في نهاية الأسبوع الأول من مايو. إلى الأخبار الرياضية، قررت إدارة نهضة بركان عدم دراسة العروض المقدمة لأيوب الكعبي مهاجم الفريق، وفضلت تأجيلها إلى ما بعد مونديال روسيا بالصيف المقبل. ووصلت إلى الكعبي عدة عروض من أندية خليجية وأوروبية بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي نظمت بالمغرب، علما بأنه نال جائزتي هداف النسخة وأفضل لاعب. وحظي الكعبي أيضا بثقة إير فيرونار مدرب المنتخب المغربي، حيث استدعاه للوديتين الأخيرتين أمام كل من صربيا وأوزبكستان. رياضيا دائما، قال الفرنسي أرسين فينجر مدرب نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان أصدره النادي اليوم الجمعة، إنه سيترك النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في آخر الموسم المقبل. وأضاف فينجر صاحب 68 عاما الذي سيترك النادي بعد نحو 22 عاما: بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة النادي أشعر أنه من المناسب لي التخلي عن تدريب النادي في نهاية الموسم الحالي. أشكركم على منح الفرصة لخدمة النادي خلال سنوات طويلة لن أنساها، ولقد أديت مهمتي مع النادي بكل التزام ونزاهة، وأود أن أوجه الشكر للطاقم الفني وللاعبين والمدراء والمشجعين الذين جعلوا هذا النادي متميزا. وأردف المدرب الفرنسي المخضرم: أناشد المشجعين الوقوف خلف الفريق لتحقيق أداء لافت حتى نهاية الموسم، وأناشد جميع محبي أرسنال الحفاظ على قيم النادي مع حبي ودعمي إلى الأبد. ختم هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة. دائما لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني cap24.tv. في أمان الله.